اشهر واحلى شارع في كربلاء عند منطقه الامام حسين عليه السلام. تعالوا وياي خلينا نشوف. شارع محمد الأمين أو شارع شهيد أحمد زيني، مكان لمكب النفايات والمياه الأسنة، تم تحويلها إلى أحلى شارع في كربلاء، واللي أنجز هذا الشغل هو العتبة الحسينية المقدسة، وإلى الآن مشرفين على تنظيفه وصيانته على مدار 24 ساعة. يبتدي هذا الشارع من صحن العقيلة وينتهي إلى خارج المدينة بمسافة كلية تقريبا 800 متر. رغم جمالية الشارع وجاذبيته للزوار إلا أنه يتكون من شغلات بسيطة جدا، يعني لو لاحظنا أنه هي مجرد شجرات وأضوية ونظافة، فش قد حلو لو كل شخص من عندنا يساهم بتطوير منطقته، يزرع لكم شجرة وينظف بابهم ويحط لكم ضوء حتى تصير كل مناطقنا جمالية هذا الشارع. طبعا الشارع مو بس للمشي، إنما أكو سيارات تنقلك من مرقد الإمام الحسين عليه السلام إلى الجراجات، وهي تكون مجانية. أما منظر الشارع في أيام العزاء فيتحول إلى اللون الأحمر، منظر مخيف ومهيب وكلش جميل، وصراحة ما يتوصف بكلمة، خصوصا أيام المشاية بالأربعينية، وكأنما يقربك من واقعة كربلاء وحداث الدماء اللي صارت بيها. ومثل ما قلنا الشارع له اسمين، الأول شارع الشهيد أحمد زيني وهو اللي استشهد دفاعا عن تحرير العراق في عام 2015، والاسم الثاني شارع محمد الأمين. كتبونا بالتعليقات منو محمد الأمين وانتو هم رايحين لهذا الشارع قبل،